نبتدي بقى الكوماندات. بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثاني هاجي اهو على الراوتر ده واقول له ايه؟ انيبل كونفيجر تيرمينال. هل راوتر او اس بي اف وادي له رقم. الرقم ده ايه؟ بيسموه بروسيس اي دي، رقم الاو اس بي اف على الراوتر. ممكن اعمل اكتر من نسخه اوز بي اف على الراوتر، بس ما حدش يسال ليه، يعني ما لهاش لازمه دلوقتي. تمام؟ فممكن اعمل راوتر اوز بي اف 1، راوتر اوز بي اف 2، راوتر اوز بي اف 3 على نفس الراوتر. وبعدين بكتب النتورك اللي حواليا، فاكرين الريب؟ نتورك 172.16.1.0. وبعدين الوايلد كارد ماسك. وبعدين اسم الاريا اللي انت شغال فيه، مش فاهم حاجه. تعالى كده نشوف. ايه؟ كده فيرجن 2 اللي هو اي بي فيرجن 4. بصوا يا جماعه، هو انا مش كان عند الراوتر اهو؟ الراوتر ده حواليه كام شبكه؟ حواليه شبكه 209 165 200.228 وحاليه حواليه شبكه 172.16.1.0 وحواليه شبكه ثانيه 172.16.2.0. هل الكلام؟ تمام. هي السلاش 24 دي اللي هي ايه؟ 255 255 255 0. يبقى بسوم لما نيجي نجيب الوايلد كارد ماسك، فاكر لما كنا بنفرح ده من 4 255؟ طب ما انت عارف اهو يا عم، هو اللي بتخلينا نشرح عليه تاني. 0 0 0 255. يبقى احنا بنكتب الاوس بي اف، كان الريب بكتب النتورك واسم النتورك وخلاص، اما في الاوس بي اف بكتب النتورك واسم النتورك والوايلد كارد ماسك بتاعها. طب لو عندك سلاش 30، يعني دي سلاش 30، صبنت كام يا ولاد؟ 255 255 255 252. يعني 255 255 255 255. يبقى لك كام؟ 0 0 0. بس حلو الوايلد كارد ماسك. واحنا عندنا الشابتر ده كله بيتكلم ان الثلاث راوترات رامينهم في نفس الايه؟ نفس الاريا، فعشان كده كلهم في اريا كام؟ 0 اهو. كتبت نتورك واسم النتورك والوايلد كارد والاريا. طب دي اول واحده. الشبكه الثانيه نتورك 16.2.0 0 0. ما هو اول ما تعمله كده، طالما ما كتبتلوش، ما كتبتلوش اي فيرجن ولا اي حاجه، فيرجن 2 باي ديفولت. هل اهو فين يا عم اريا 0 يا عم؟ اهي النتورك اللي فوق كام؟ اهي اريا كام؟ طب في عندي لوب باك على الراوتر ده، كان شبكه لوب باك صح؟ اهي عايز تحطها حطها، مش عايز تحطها ما تحطهاش، مش لازم. حلو، ده الراوتر الاولاني. ناخده كوبي ونحطه في النوت باد. كنا بنكتب امر كده في الريب اسمه نو اوتو سامري لما نكون عاملين سبنتنج، لان الريب كان بيعمل اوتوماتيك سمرايزيشن على الكلاس لوحده، الاوس بيف ما بيعملش. يبقى الديفولت بتاع الاوس بيف ان هو ما بيعملش ايه؟ سامري. انما في مانوال سامري بقول لك بنستخدمه امتى، وعشان كده ما نكتبش في الاوس بيف ايه؟ نو اوتو سامري في الاخر. كان الريب بيعمله ايه؟ راوتر ريب فيرجن 2 النتورك اللي حواليه، وبعدين في الاخر نو اوتو سامري. هنا ما فيش، لان كل اللينك ستيت ما بيعملوش سامرايزيشن اللي هو الاوتوماتيك. ناخد ده كوبي ونحطه فين؟ في النوت باد. الراجل ده خد كل النوت باد هيجمعها ويبعتها لكم كلهم. تمام؟ انا والله محتاج حد اصلا يقعد على الفيديوهات اللي مرفوعه على النت يحط عليها النوت باد. من بس الواحد مش فاضي. هذا الراوتر الاولاني. طيب الراوتر الثاني
نفس الكلام اهو، افصل ده هذا الراوتر التاني حواليه ثلاث شبكات، يبقى اهو راوتر انيبل كونفيجر تيرمينال، راوتر روز بي اف كام 1، النتورك اهو 0 0 3، اريا اريا 0، اللي بعديها اللي بعديها الاريا النتورك كام 232، اللي بعديها 10 1 1 0، يعني فيرجن 2 اهو اريا 0 تمام. الرقم الاوز بيف ده اي رقم انت بتحط، اي رقم من عندك من الواحد لحد 65536 انت اللي بتحطه، يعني انت ممكن تعمل الراوتر اوز بيف 10، الراوتر اوز بيف 20 زي ما انت عايز، ده رقم الاوز بيف على ايه؟ على الراوتر بالظبط. لا ما يدوش لكله، مش شرط في الاوز بيف ده رقمه على الراوتر ده، ملوش دعوه برقمه على الراوتر اثنين، يعني انا جوه الشركه رقمي 10، انت جوه الجامعه رقمك 20، مفيش اي مشكله خالص، ده لوكال على الراوتر. يعني ممكن اغيرهم من الراوتر للراوتر، الراوتر للراوتر في الاوز بي اف عادي، في الاي جي ار بي اللي هناخده المره الجايه ان شاء الله مش عادي، يبقى ده رقم مين؟ الاوز بي اف على الراوتر، ممكن اغيره، اما في الاي جي ار بي يبقى رقم السيستم كله. ماشي؟ كويس قوي يا رضا انت قلت الحته دي اهو. ادي الشبكه الاولانيه اهي، وده الشبكه الثانيه، وده الشبكه الثالثه اهي. طيب الراوتر الثالث نفس الكلام اهو، ممكن يرجع من الاوز بي اف 3 مثلا، ده رقم عادي اي رقم، ده رقمه على الراوتر، هو بس رقم على الراوتر بالظبط، ملوش اي لازمه خالص، يعني رقم الاوز بي اف على الراوتر كونفيجر تيرمينال راوتر اوز بي اف 1، النتورك 172.16.100.0.255 اريا 0، الرقم الثاني 200، الرقم اللي فوق كام؟ 209.165.200.232 0.0.3 صح؟ اريا كام؟ اريا 0، ده او مش 0، كوبي وناخد ده نحطه فين؟ في النوبات. عيشة زي الفل كده، الدنيا تمام، حد عنده اي مشكلة؟ اهو اريا كام؟ العمل بوضع المنزل حلو الكلام كده؟ طيب كل راوتر، راوتر اوز بي اف ورقمه والنتورك اللي حواليه بالواير كارد ماسك برقم الاريا، خلصت كده يا معلم. بقى لو جيت تخش على الراوتنج تيبل، احنا قلنا الراجل ده جواه كام جدول؟ ثلاث جداول. ايه الثلاث جداول؟ الثلاث جداول عندنا اللي جوه اي راوتر بيبقى موجود جواه اهو، الاوز بي اف بيعمل ثلاث جداول. ايه هما الثلاث جداول؟ ايه هما الثلاث جداول؟ تمام؟ التيبلز، ايه هما التيبلز اللي عندنا؟ اول حاجه اسمها الراوتنج تيبل، وحاجه اسمها التوبولوجي تيبل اهو، التوبولوجي ايه؟ تيبل، وحاجه اسمها النيبور تيبل، الجيران بتوعي. ده بيبقى فيه احسن طريق، البيست روت اللي هو اقل كوست، صح؟ طب وده الداتابيس كلها، اللينك ستيت اللي جات لي من جيراني، الماب بتاعته، طب وده الناس اللي بعتوا لي ايه؟ الو، رديت عليهم بهلو، جيراني يعني. طيب فكرنا يا مصطفى ان احنا ما خدناش السي دي بي، ها؟ CDB؟ تمام؟ واللينك ديسكفري بروتوكول وال LDB.
فكرني بيهم النبي. طيب الراوتنج تيبل عشان اجيبه بجيبه ازاي؟ بكوماند اسمه شو اي بي روت. طيب التوبولوجي تيبل بجيبه ازاي؟ شو اي بي او اس بي اف داتابيز. طب النيبور تيبل اجيبه ازاي؟ الجيران اللي حواليا شو اي بي او اس بي اف نيبور. يبقى عندنا كم كوماند؟ 3 بيجيبوا لي 3 جداول. نجربه؟ مجربه. هنيجي على الراوتر اللي في النص ده ونقول له شو اي بي روت، ورينا الراوتنج تيبل. يا نهار ابيض، لقينا الشبكات اللي رمزها سي وفي شبكات رمزها ايه؟ او. حلو. الاو دي من اللي جايبها الاوز بي اف. البريوريتي بتاع الاوز بي اف بكام؟ 110. كان بتاع الاستاتيك بكام؟ 120. بتاع الريب 120. بتاع الاستاتيك البريوريتي بتاع الاستاتيك 120 والريب 120. الاستاتيك واحد صح كده؟ الاستاتيك كان بواحد لما كان عندنا اثنين وحايد. اعمل فيها بس اعمل فيها ايه؟ ده عمل زي واحد بقول له الماك وبتاع واحده تمام، كانت حضانه ضايعه خالص. الماك وبتاع يعني مش الماك ديت، قالت لي مش الماك دي اصلا ماركه سجاد. هذه كانت ضايعه خالص يعني. فانا طبعا لميت العده كلها ومشيت. هعمل ايه؟ تمام؟ اصل هتعمل ايه بقى تاني يعني بقى خلاص. محمد منصور نايم يا جماعه، محمد منصور نايم، محمد منصور سقعان ونايم. السجاده جنبك يا محمد لو عايز تسقط. تمام. طيب دي البريورتي، وده ايه يا جماعه؟ ده الكوست بتاع الطريق صح كده؟ وهنعرف الاوز بي اف ازاي كمان شويه بيحسب نفسه الكوست. تمام؟ هنتكلم عليه ان شاء الله ما تقلقوش. الريب كان بيحسب الكوست بتاعته ازاي؟ احسن طريق للريب هوب اقل عدد من الراوترات. تمام. عايزين نجيب الداتابيس تيبل، هنعمل ايه؟ شو اي بي اوز بي اف داتابيس. بيقول لك انا عندي راوتر واحد هو بيبعث لي لينك ستيت باكت، والراوتر 33 بيبعث لينك ستيت باكت، والراوتر 234 بيبعث لينك ستيت باكت. سيبكم منها ملهاش لازمه دي. في عندنا اسمها شو اي بي اوز بي اف نيبر، الجيران بتوعك اهو. قال لك والله انا جنبي دارين، واحد 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 192 واحد واحد، والجار اليمة التانية 234، ووصلنا الحالة بتاعتنا ايه؟ فول. يعني بدلنا التابيز وخلصنا تمام. يبقى دول يا جماعة التلات كوماندات الترابل شوتينج اهو. فوبيا اهو محطوم فين؟ هنا اهو. يبقى اول كوماند عندنا اسمه شو اي بي ايه؟ اي بي روت. ايه؟ ايه بس؟ لا كتير ايه؟ شو اي بي روت اهو، ده اول كوماند عندنا شو اي بي روت. هو ده بقى حلاوه مين؟ الوورد. كنا بنعرف نظبطها. يعني ايه حلاوه الوورد؟ كنا بنعمل ايه؟ كنا عاملين كده كوبي حاطينهم في الوورد، كان بيبقى لاج خالص يعني. ما اعرفش مين اللي فاتحه. اعترف يا محمد منصور اهو. شو اي بي روت فين يا عم؟ هو اهو ده الراوتنج تيبل اهو. ادي الكوماند عندنا اسمه شو اي بي روت اهو. تمام. شو اي بي روت ده بيجيب لك الراوتنج تيبل. تمام ماشي حاضر. طيب دي يا جماعه ده شو اي بي روت عشان نجيب لك الراوتنج تيبل.
طيب في حاجه اسمها شو اي بي اوز بي اف داتابيز عشان يجيب لنا الداتابيز اللي جات لي من الناس اللي حواليا اللينك ستيت باك مين اللي بعت لي اللينك ستيت باكت. طيب في عندنا شو اي بي اوز بي اف نيبرز دوت علشان يجيب لنا مين الجيران اللي بعتوا لي هلو. حلو. طيب في كوماند ثاني خدناه قبل كده اسمه ايه؟ اسمه شو اي بي بروتوكول. بيجيب لك ايه ده؟ البروتوكول اللي شغال على الراوتر اوز بي اف ولا ريب ولا ايه بالظبط. فنقول ايه؟ شو اي بي بروتوكول. فقال لي شغال مين؟ الاوز بي اف. الادمن ديستنس بتاعه بكام؟ ب 110. بس الراوتر اي دي بكام يا معلم؟ ماشي. الراوتر اي دي بكام؟ 209 165 233 يا باسم. طب احنا خدنا ان كل راوتر بيحسب لنفسه الراوتر اي دي ازاي؟ اعلى فيزيكال. طب موجود لوباك يبقى ياخد اعلى لوباك. طب موجود راوتر اي دي يبقى ياخد راوتر اي دي. طب تعالى نجربها. هو الراجل اللي في النص ده ما عندوش غير الفيزيكال وعشان كده خد كام؟ 209 165 200. طب 228 232 32 بس هو واخد من 32 33 وعشان كده الراوتر اي دي باين فين قدامنا؟ الراوتر اي دي باين اهو 209 165 200 233 اللي هو اعلى اي بي عليه. فبتيجي نعمل عليه فيزيكال تيجي نعمل عليه اللوب باك. قول يا محمد. هو اللي اختار اعلى اي بي صح كده؟ ها اختار اعلى اي بي عليه. مش احنا خدنا لما نيجي نعمل الراوتر اي دي بيختار اعلى اي بي عليه. طب عليه لوب باك بيختار اعلى لوب باك. لكن لو انا لو اخترتش الراوتر اي دي فهو هيختار اعلى لوب باك. طب معلوش لوب باك يبقى اعلى فيزيكال. طب تعالى كده نشوف. تعالى بس كده نشوف بس براحه بس براحه رضوان الله يكرمك. الراوتر اي دي ما تنساوش بس عشان الفيديوهات دي هتبقى معاكم على طول. يعني الراوتر اي دي يا اما تحطه بايدك راوتر اي دي صح ما حطيتوش فيروح يدور على مين؟ لوب باك. طب ما فيش لوب باك فيزيكال. في الحاله بتاعتنا اللي في النص دي يا ابو حميد انت ما حطيتش بايدك وما حطيتش لوب باك وعشان كده واخد اعلى اي بي كام؟ فيزيكال صح كده؟ انا عايز احط عليه لوب باك بقى كام؟ 11 11 11 11 وعايز اشوف هل هيسيب ال 209 وياخد اللوب باك ولا لا؟ طب تعالى نشوف كده. ما تخليك معايا كده واحده واحده. هو الاي دي بتاعه 233 ها. تعال نعمل بقى لوب باك. ماشي اهو. ازاي اعمل لوب باك على الراوتر؟ هاجي على الراوتر اللي في النص ده اهو واقول له كونفيجر تيرمينال. شغلنا الفيديو انترفيس لوب باك واحد هسميها رقم واحد مزاجي يا عم. تمام. اي بي ادرس 11.11.11.11 فين السبنت ماسك اهو ونشط داون. والله ما محتاجه نشط داون هي اب السنه من قبل النشط داون. المفروض دلوقتي يا ولاء لما اخش اعمل شو اي بي بروتوكولز الاقي الاوز بي اف خدها لسه على القديم. لسه على القديم. وقت ايه يا عم؟ لسه على القديم. ايه اللي حصل يا باشا؟ انت مش شغال في بيتكو. ما انت شغال على جهاز تعمله ريستارت وقت ما انت عايز. ده راوتر شايل اوز بي اف. انت عارف يعني ايه شايل راوتر شايل اوز بي اف؟ يعني شايل بتاع اربع خمس شبكات حواليه. كل شبكه فيها بالمائة 100 جهاز. انت عايزه يوقع كل الاجهزه دي ويقوم عشان يغير الراوتر اي دي؟ ده هناك عندك في البيت. انت عارف ممكن الاجهزه دي تكون ايه؟ ممكن تكون مكن من بتاع الفلوس. انت عايز المكنه والراجل بيسحب تنطفي والاوز بي اف يقع من عليها عشان حضرتك بتغير راوتر اي دي. انت بعد ما تعمل الاي بي بتاع اللوب باك ما ياخدش الراوتر اي دي جديد الا لو حصل حالتين. لو انت بايدك رحت وقعت الاوز بي اف وقومته عملت ريستارت الاوز بي اف او عملت ريستارت للراوتر كله. تمام. اسمع بس عليا. يبقى انت لما تعمل حاجه بتغير في الراوتر اي دي الاوز بي اف ما بيقعش شغال على قديمه. امتى ياخد بقى الجديد؟ لما يحصل ريستارت سواء للاوز بي اف او للراوتر. شغال على راوتر يا اخويا ما انت شغال على جهاز بتاعك لوحدك. تمام. فاحنا عندنا هنا اهو يا جماعه الراوتر اي دي امتى يتغير؟
والله لو انت عامل اللوب باك قبل ما تشغل الاوز بي اف هياخد اللوب باك قبل ما تشغل الاوز بي اف. انما عملت الاوز بي اف والاوز بي اف قام وخلاص وشكرا وانت غيرت حتى الراوتر دي بيدك ما ينفعش يتغير. ايه اللي لما يحصل مين؟ لا اما تعمل ريستارت للراوتر كله، لا اما بكوماند اسمه ريلود، ده اللي بيعمل ريستارت الراوتر من العمود التاني، او حضرتك تعمل ايه ريستارت للاوز بي اف. مش محتاجين نعمل ريستارت ولا مين للاوز بي اف؟ ازاي بتعمل ريستارت اوز بي اف؟ كلير اي بي اوز بي اف بروسيس، يبقى في واحده منهم بتعمل ريستارت للاوز بي اف وتقومه، والثانيه بتعمل ريستارت للراوتر ليه كله. طبعا اوقع الاوز بي اف بس واخلي الدايركت كونكت شغال بتغيره. يعني اعمل ريستارت للراوتر نفسه للاوز بي اف بس اللي هو كلير اي بي اوز بي اف بروسيس، ده الافضل. كوماند الكوماند ده كلير. كلير ده معناه ايه؟ يا اوز بي اف امسح كل بياناتك وابدا من الاول، من اول الانيشال. فاكر الانيشال والتو واي واللود والفول. طب عايز تعمل اي كوماند يا عم؟ هنعمل اي حاجه، اعمل لي الكوماند الاولاني. ماشي، ما تبقاش غشيم بقى، هتعمل الكوماند الاولاني ايه؟ رايت سيف، اديله تسييفه الاول صح كده. يبقى تاني احنا عملنا ايه يا جماعه دلوقتي؟ احنا دخلنا عملنا شو اي بي بروتوكول، لقينا الاي دي بتاع الراوتر اعلى فيزيكال موجود عليه اهو، اعلى فيزيكال ايه موجود عليه صح الكلام اهو. عملنا شو اي بي بروتوكول، لقينا الاي دي بتاع الراوتر لسه اعلى فيزيكال موجود عليه اهو. حلو، رحت داخل عامل لوب باك. المفروض ان انت مدينا ان لما نعمل لوب باك يبقى في لوب باك وفيزيكال، الراجل يسيب الفيزيكال وياخد مين؟ اللوب باك اهو. عمل راجل دخل عمل لوب باك اهو، حلو، دخل عمل لوب باك على الراوتر انترفيس لوب باك 0 اي بي ادرس ما اعرفش ايه، وبعدين اهو ده الثاني ده ايه غلط اللي احنا كنا كاتبينه من غير ايه؟ من غير سبنت ماسك. تمام، والمفروض نو شت داون شغال زي الفل. حلو الكلام كده. برضو دخلنا عملنا شو اي بي بروتوكولز، لقيناه لسه ايه محتفظ بالراوتر اي دي القديم، قلنا يبقى اكيد في حاجه اهو. حلو، طب نعمل ايه؟ قال لك نعمل حاجتين، لا اما نعمل ريلود لا اما نعمل كلير اي بي اوز بي اف بروسيس. خلاص انا هعمل هنا رايت اهو وادي له ايه ريلود ريستارت الراوتر. يا عم مش عاجبني الكوماند ده، اعمل كلير اي بي اوز بي اف بروسيس ونشوف. حلو كده اهو، انيبل شو اي بي بروتوكولز بقى. ايوه بقى كده اهو بقى صح كده يا عم باسم صح الكلام. لو ما كانتش خالد كنا قمنا روحنا. نظرنا وحش قوي قوي يعني اهو. ريلود اهو، كنا قمنا روحنا لمينا العده وروحنا اهو. يبقى لازم نعمل ريلود وبعدين ايه هذا الراجل اهو شو اي بي بروتوكول بقى اهو. طب وفي كوماند تاني؟ في كوماند تاني والله. اسمه ايه الكوماند التاني؟ هقول لك عليه اهو. الكوماند التاني لو انت عايز تنفذه احسن من ده كمان اسمه كلير. انا دخلت عملت بوت الراوتر من جوه. من جوه؟ مش كده انا طبعا. من جوه. بس برضه بيوقع البروسيس كلها ويقومها. هيقعد بتاع كام دقيقة كام ثانية كده لما يقوم. أنت متأكد عايز توقع الأوز بي اف؟ يا عم متأكد. برضه نفس الكلام أهو. ده نفس الكوماند اللي فوق بس ده أهون شوية. لأن ده بيوقع الأوز بي اف بس مش كل حاجة على الراوتر. حلو. كلام جميل. طيب لو أنت بقى كنت عامل الراوتر أي دي بإيدك لا هياخد لوب باك ولا هياخد فيزيكال صح؟ طب ازاي بعمل راوتر اي دي بايدي؟ تعال نشوف الكوماند بتاعها اهو. يعني لو انا هنا كده دخلت على الراوتر وقلت له يا راوتر كونفيجر تيرمينال ها؟
والله ده بنقعد نعمل انا مش عارف ايه ده مغلبينه. راوتر اي دي راوتر اي دي اهو راوتر او اس بي اف الاول خش جوه الاو اس بي اف اهو راوتر او اس بي اف 1 راوتر اي دي 4 وحايد بيقول لك ايه خد بالك ده مش هيتطبق لما تيجي ايه كلير او ايه ريلود ده هنا موضح لك اهو عكس اللوبات انت دخلت غير راوتر اي دي يا حبيبي صح كده اهو يعني لو دلوقتي يا ابو حميد عملت شهايه هلاقي لسه القديم زي ما هو اهو صح كده لو انا عايز داخل يغير اعمل ايه اعمل ريلود او كلير اهو سيفت يا عم والله رايت اهي قدامك اهي اهي تمام تعال نعمل شويه كده بقى شو اي بي بروتوكولز اهو كده 4 وحايد طب ليه ما خدش 11 11 مع انها لوب لانك بايدك صح كده تمام عرفني يا عم ازاي نغير راوتر اي دي حاجه قلقه خالص اهو ايه يا باشا عاوزين نقفل يعني نص ساعه مثلا كده مره يعني ثلاثه مره ونرجع نبدا نجيب ايوه والله ما قلت لك ده القديم والله ده اليوم اللي لا القديم خالص يعني انت قاعد راجع على الناس لا انا عايز تحدد لي بس القديم منين عشان بس الصدمه بتتوقف على القديم يعني ممكن من اول ايباد يجي لي جلطه يلا بس يعني فيلم خلصناش حلو الكلام كده يا شباب يبقى انا كده خلصت ايه خلصت الراوتر الراوتر اي دي بتاعي الراوتر اي دي بكوماند اسمه ايه راوتر اي دي اهو فين هو مكتوب فين اهو راوتر اي دي بس بخش جوه الاوز بي اف الاول اهو ده الطريقة التانية ازاي اغير الراوتر اي دي بتاعي اهو بخش جوه الاوز بي اف واقول له راوتر اي دي 4 وحايد حلو ولازم برضه اعمل كلير او ايه او ريلود حلو الكلام كده يا شباب انا جبت لك كوماند اللي فيه رساله معلش هات معايا كوماند اللي فيه رساله ايه في افتح تاني لو اي بي بروتوكول شو اي بي بروتوكولز لا اهو اللي هو دي ماشي اهو ان اعمل كذا يعني وكذا ماشي اهو ده لوج اهو ظهر اهو اعمل ريلود او كلير اي بي او اس بي اف بروسيس تمام طيب كده انا خلصت البيزك كونفيجريشن بتاع الاو اس بي اف اهو احنا كنا واقفين فين هنا اهو خلصنا ده خلصنا ده اهو خدنا مع بعضنا ازاي نغير الراوتر اي دي صح الكلام لما اعمل لوب باك لما بكوماند اسمه راوتر اي دي والراجل عمل كلير اي بي او اس بي اف بروسيس اهو خدنا مع بعضنا الكوماند بتاع النتورك بكتب راوتر او اس بي اف ورقمه شايف الراجل كتب 10 يا باسم انا كاتب واحد ايه المشكله يعني نتورك والوايل كارد والاريا خدنا قبل كده الباسف انترفيس مين شاطر يقول لي باسف انترفيس يعني ايه خدناها في الريب باسف انترفيس اللي هي الانترفيس اللي انا ما بكونش عايز يطلع من عليها الابديت صح كده اللي هي الانترفيس المتوصله بسويتش يعني الراجل دلوقتي لما بيجي يبعت ابديت بيبعته فين الراجل دلوقتي بيجي يبعت الابديت هنا نسخه وهنا نسخه وهنا نسخه طب النسخه لما تروح للسويتش السويتش يعمل بقى حاجه فعايزين نقول له ما تبعتش للسويتش فبعمل ايه باجي اهو على الانترفيس المتوصله بالسويتش واقول له انيبل كونفيجر تيرمينال حلو الكلام راوتر او اس بي اف 1 باسيف انترفيس فاست 0 على 0 و 0 على 1 كده انا منحت الابديت يطلع على الاثنين انترفيس دول دي بسميها ايه يا جماعه ها باسيف انترفيس يبقى احنا عندنا حاجه اسمها باسيف انترفيس اهو باسيف انترفيس الانترفيس اللي انا عايز امنع من عليها الايه الابديت بعملها ازاي بعملها كده اهو راوتر او اس بي اف 1 وبعدين باسيف انترفيس واسم الانترفيس اللي انا مش عايز يطلع من عليها الابديت
بس الابديت بتاع الاوز بي اف لما يروح للسويتش هيعمل بيه حاجه مش هيفهمه اساسي فمالوش لازمه. وبوفر الباند ويتس دي انا مش عاوز يطلع عليها الباند ويتس، هو مش عايز يطلع من عليها الابديت. بقول لك الباسيف انترفيس واسم الانترفيس انت عايز تمنع من عليه. طب هو ازاي بيحسب احسن مسار الاوز بي اف؟ ازاي الاوز بي اف بيحسب المترك بتاعته؟ طب الرب وقلنا عدد الراوترات، فلو انت عندك طريق بيعدي على 4 راوترات وعندك طريق بيعدي على 2 هياخد الاثنين. طب المترك بقى بتاع الاوز بي اف بيشتغل ازاي؟ نعمل حركه لذيذه كده احنا بتوع الحركات، نعمل ايه يا معلم؟ نيجي كده نعمل طريق كمان هنا اهو حلو، ونقول الشبكه ده هي يا محمد 209 165 200 دوت 236 حلو الكلام؟ سلاش كام؟ سلاش 30 اهو. طيب عايزين نحط هنا الاي بي 237، نحط هنا اي بي 238، ماشي يا بسوم؟ نحط ازاي؟ هاجي اهو على السي ال اي وهقول له اكزيت انترفيس سيريال 0 على 2 على 1 اي بي ادرس 209 165 200 دوت 237 255 دوت 255 دوت 255 دوت 252 كلوك ريت 64000 بت بير سكند. اللي بيقول ما بعرفش احط اي بي هات نشط دوت الاول ال 64 دي فين من ناحيه طبعا اللي انت عايزه بتاخد القيمه بتاعته منين؟ من السنترال. تمام اكتب كلوك ريت كام الراجل بتاع السنترال اللي هيقول لك بقى حلو. وهي اوريدي ما بتنكتبش على الراوتر، احنا بنكتب على المودم لو انت فاكر. تمام اهو جيت على ناحيه منهم اللي ناحيه القاهره وحطيت عملت عليها الرجل دي اهو. في حد عنده مشاكل؟ عيب بقى لما تقول انا ايه انا لسه ما اعرفش الكلام ده اهو اهو. خدوا بالكم في باك تريسر على الموبايلات بلاش. هنج موبايل محمد اندرويد. لا بس هو مش منه برويد. انا موبايلي بيهنج خرقه. اي والله موبايلي بيهنج خرقه مع انه ايفون رايت اهو. نروح اليمه الثانيه وننزل هنا 238، مش ده 37 يبقى ده 238 اهو. الراوتر بتاع اسكندريه انيبل كونفيجر تيرمينال انترفيس سيريال 0 على 2 على 0 اي بي ادرس 209 165 200 دوت 238 255 دوت 255 55 252 نو ايه؟ شوت داون اهو. حلو الكلام كده؟ طيب دلوقتي بقى عايزين نحط الشبكه دي في الاوز بي اف هنا والشبكه دي في الاوز بي اف هنا صح؟ ما حطيناهاش عشان يبعت عليها الابديت، يبعتوا بعض الابديت كده. فنعمل ايه؟ نقول له اهو كونفيجر تيرمينال راوتر اوز بي اف 1 النتورك بتاعتنا هنا كام؟ عشان يبعتوا هدول بعض بقى وعليها بقى ده الاي بي اريا ايه اريا زيرو. حط الشبكه يا حبيبي هنا الشبكه اهو في الراوتر الاولاني حطينا الشبكه اهي 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 طيب في الراوتر الثاني هنروح برضو نحط ايه الشبكه بتاعتنا يلا اهو نفس الكوماند هنكتبه اليمه الثانيه. دي اللي هي الشبكه بتاعت اللي ضفتها ضفتها جديد. ضفتها جديد اهي. حلو؟ هنيجي هنا نحط الشبكه ايه؟ الجديده برضه. هنيجي نقول له ايه؟ اكزيت راوتر اوز بي اف ايه؟ 1. النتورك بتاعتنا اهي.
حلو. تعال ناخد دي كوبي كده طافين الموبايل. اه بداوا يكلموا بعض عشان يعني اللوج اللي ظهر تحت ده بداوا يعرفوا بعض اهو. اهو ده راوتر مين؟ ده راوتر اسكندريه اهو. ماشي يا عم، كلام جميل قوي اللي انت بتعمله ده. دلوقتي بقى الشبكات اللي هي في الناحيه الثانيه لها كم طريق؟ لها اتنين. يعني انا عشان اوصل للشبكه دي وانا واقف على الراوتر ده يبقى مره ممكن اروح من فوق او ممكن اروح من تحت. طب هو ياخد انهي طريق؟ الاقل كوست. اما نشوف اللي تحت ولا اللي فوق. نبعت باكت من هنا لهنا ونشوف اهو. حلو، خد اللي تحت. ليه خد اللي تحت؟ هقول لك. لا ده مش شرط والله، اخليك دوت ياخد اللي فوق ولا تقلق. تعال نشوف هو ليه خد اللي تحت. هو ازاي بيحسب المترك بتاعته؟ الاوز بي اف مترك. الاوز بي اف مترك بيعتمد على حاجه اسمها السميشن بتاع الكوست. يعني ايه السميشن بتاع الكوست؟ مجموع الكوست. ازاي؟ لو انا عندي راوتر اهو، بطلع لراوتر تاني اهو، بطلع لراوتر تالت اهو، في هنا شبكه من تحت كده. انا عندي هنا كام طريق؟ طريقين. الطريق اللي فوق ده اهو شايفينه؟ اهو اهو اهو، ده طريق اهو صح؟ في كام لينك انا هعدي عليه؟ تلاتة. فالراجل يقوم جايب الكوست بتاع اللينك ده زائد الكوست بتاع اللينك ده زائد الكوست بتاع اللينك ده، مجموعهم يبقى ده الكوست بتاع الطريق كله. طب فين المسار التاني؟ المسار التاني من تحت اهو اهو. فيقوم الراجل عايز يجيب الكوست بتاع الطريق اللي تحت، يعمل ايه؟ الكوست بتاع الحته دي زائد الكوست بتاع الحته دي، صح؟ مش دي الشبكه انا عايز اوصل لها؟ ها؟ فهمت ولا لا؟ طب الكوست ده اللي هو ايه؟ الكوست ده يا معلم اللي هو 100 ميجا، 100 ميجا على البند ويث بتاع اللينك. بس احنا ال 100 ميجا بنخليها بت، عشان نخليها بت نضربها في كام؟ 10 اس 6. ما هو الميجا عشان اخليها كيلو اضربها في 1000، الكيلو عشان اخليه بت اضربه في كمان 1000، يبقى 1000 في 1000 10 اس 6. والباند ويث تحت يبقى بايه؟ بالبت برضه، يبقى اضربها في كام؟ 10 اس 6. باي ديفولت يا صاصه كل السيريال لينك، كل اللينكات اللي من نوع سيريال الباند ويث بتاعتها في سيسكو بيعمل حساباته على 1.5 ميجا. يبقى تاني كل السيريال لينك الحسابات معموله على كام؟ 1.5. الفاستات يا معلم 100، البورت الفاست 100، البورت الجيجا يا معلم 1000، البورت ال 2 جيجا كام ميجا؟ 10000. بس خد بالك عشان ما ازعلش منك والنبي، هضربها في كام؟ في 10 اس 6، يعني ده بالميجا صح كده؟ حد مش فاهم؟ حد لحد دلوقتي مش فاهم؟ طيب لو انا باجي اخرج من هنا، هنا في اللي كل لينك في اتنين انترفيس، واحده اب واحده وانا راجع صح؟ انا بحسب على اني واحده فيهم وانا طالع. وانا طالع يا معلم، يعني انا لو انا عايز احسب اشوف الباند ويث بتاع دي، مش دي اللي هخرج منها؟ طب في الراوتر تاني هخرج ازاي؟ من دي. ما احسبش اللي قدامها لان اللي داخل فيها، انا بحسبش في الان، بحسب في الاوت. طب وانا خارج اهو من هنا، يبقى الكوست بتاع الطريق ده كام؟ 10 اس 8 على الباند ويث دي سيريال. احنا اتفقنا ان السيريال كام؟ 1.5 في 10 اس كام؟ زائد الحته دي 10 اس 8، هخرج من انا من انا انترفيس من اللي فوق دي؟ ما هي يا ابني مش قلنا 100 ميجا على طول بيقسم؟ ها؟ مش احنا قلنا بيقسم 10 اس 8 على الباند ويث؟ طب ليه 10 اس 8؟ اصل الاوس بي اف عملوه سنه 89 كان اعلى انترفيس عندهم اعلى سرعه 100 ميجا. فهمتني؟
يبقى المعادله بتاعته بتقول كده 10 و8 على البند اوف بتاع اللينك. حلو. طيب زائد 10 اس 8 على 1 ونص ف 10 اس 6. طب اللينك ده كام؟ زائد 10 اس 8 على 100 ف 10 اس كام؟ لما بيجمع دول بيديله الكوست بتاع الحته دي كلها. طب الطريق اللي تحت حد عارف يعمله ازاي؟ الطريق اللي تحت انا هخرج من دي، ده سيريال، يبقى 10 اس 8 على 1 ونص في كام؟ زائد اخرج من فاست، ايوه، على 10 على 100 في 10 اس 6. شايف دول اتنين بس ازاي؟ وشايف دول ثلاثة ازاي؟ وعشان كده هو طلع منين؟ من تحت. هو كده يبقى الفاست الكوست بتاعه بواحد؟ بواحد. ماشي يا جماعه. ما انا قلت لسه حالا دلوقتي قايل لك ان الباست فوق 10 اس 8 عشان كان اعلى سرعه عملوها كانت ال 100 ميجا ايامي. فهمني؟ كبير. ها؟ الدنيا مشيت معاك؟ وصلت؟ كل الكلام ده هو بيعمله باي ديفولت، بس انا ممكن بدماغي اقول له ما تاخدش الطريق اللي فوق، اللي تحت خد اللي فوق. تمام. ايه؟ لو انا هقول له انا مانوال، مانوال بايديا بالكوماندات، ازاي بقى نعملها؟ ده اللي انا هقول عليها. بس في مشكله. بس طب تعالى نخلي الاول ازاي نعدل في الكوست وبعدين نشوف المشكله. حلو. انا عايز اعمل ايه يا جميل؟ بص يا باشا، انا عندي الرسمه اهي، اهي اهي اهي. هو الراجل فوق الكوست بتاع دي 1.5 والكوست بتاع دي 1.5. قال لك علشان تعدل في المترك في عندك كوماندين، كوماند اسمه باند ويت وكوماند اسمه كوست، اي واحد فيهم بيعدل لك في المترك. يعني ايه؟ يعني ممكن يا محمد كده، محمد يا فوزي، اجي هنا على الانترفيس ده اهي، اقول له انت الباند ويت بتاعك مش 1.5، انت الباند ويت بتاعك 2000 ميجا. اجي على الانترفيس ده اهي، اقول له انت الباند ويت بتاعك 2000 ميجا، 100 ميجا عادي، يعني ايه المشكله؟ خلينا 100 ميجا، واقول لكم ليه نخليها 100 ميجا، هنا 100 وهنا 100 اهو. فالراجل يجي يقسم اللي فوق فيقول 10 اس 8 على 10 اس 8 اللي هي ال 100 ميجا، زائد 10 اس 8 على 10 اس 8 زائد موبقه 100 ميجا، بقى دي الاخرى بقت 100 ميجا، زائد 10 اس 8 على 10 اس 8 يطلع بكام؟ طب اللينك اللي تحت يبقى كام؟ 10 اس 8 دي 1.5 زي ما هي، صح؟ ف 10 اس 6 زائد 10 اس 8 على 100 ميجا، يبقى 10 اس 8 على 100 في 10 اس 6 يطلع بكام؟ دي بواحد، بس ده يطلع رقم كبير فيطلع اللي فوق، صح؟ طب تيجي نعملها؟ يعني انا عايز اعمل دلوقتي مثلا باسم، اجي على الفتحه ده اهي، اقول له بدل ما انت 1.5 خليها 100. بس انا كده فعلا خليتها 100؟ لا يا عم، ده انت عملتها كده وكده بس، يعني عشان تضحك على الاس بي اف، انما انت مأجر فعليا كام؟ 1.5. يبقى الكوماند اللي انا هقوله بتاع الباند ويتس ده ما بيغيرش فين؟ في الاكشوال باند ويتس، ما بيغيرش في الباند ويتس ايه؟ الحقيقيه اللي موجوده على الراوتر. ده كده وكده يعني يا ولاء، ها؟ تمام؟ طيب. بالظبط كده. الراجل قال لي، الراجل بتاع البيزنس قال لي كل الترافيك بتاع ده يطلع من فوق وهو راجع يرجع زي ما هو من تحت. اعمل ازاي؟ اعمل ازاي؟ اقوم داخل اهو جوه الراوتر ومغير في الباند ويت اكزيت. طب الاول الكوماند اللي بيجيب لك الباند ويت بتاع اللينك اسمه ايه؟ لو انت عايز تعرف الباند ويت بتاع اللينك اسمه ايه الكوماند؟ اسمه شو انترفيس، واسم الانترفيس ورقمها يا معلم. قال لي السيريال الباند ويتس بتاعه كام؟ 1.5 ميجا، اللي هو 1500 كيلو بت. شايفه؟ اهو. يبقى الكوماند اللي بيجيب لك الباند ويتس بتاع الانترفيس اسمه ايه؟ شو انترفيس واسم الانترفيس. اهو. اهو. وجايبها لك بايه؟ بالكيلو. حلو؟ تمام.
طب عايزين نعليه بقى نخليه 100 ميجا بدل ما هو 1.5 ميجا كده. تمام نخش جوه الانترفيس بتاع الراوتر اهو كونفيجر تيرمينال انترفيس سيريال 0 على 2 على 0 باندويث كده 100 ميجا صح؟ اضربه في كمان 1000 لان الكوماند بتاع الانترفيس بينكتب بالكيلو. الكوماند بتاع الباندويث بينكتب بايه؟ بالكيلو. الكوماند بتاع الكلوك ريت بينكتب بايه؟ بالبيت. يبقى انا 64000 ده 64000 بيت. فخد بالك بكتب 100 وبعدين 3 اصفار معناها ان ده 100000 كيلو. لو ضربتها كمان 1000 بقت بالبيت. تمام؟ ناخد ده كده كوبي ونحطه فين؟ في النوت باد اهو. اهو. ماشي ولا مش ماشي؟ ماشي. طب انت كده غيرت فين؟ في الحته دي بس خليتها 100 ميجا، عايزين نغير هنا كمان. خش يا عم جوه الراوتر وخش جوه الانترفيس دي وغير اهو. انيبل كونفيجر تيرمينال انترفيس سيريال 0 على 2 على 1 باند ويت 100 ميجا اضربه في كمان 1000. حلو؟ بس انا غيرته ده كمان في طنطا اهو. اهو يا عم غيرت كمان طنطا اهو. حلو الكلام. طب تيجي نشوف بقى دلوقتي بعد ما غيرنا الباندويتس الباكت هتمشي ازاي. تيجي نشوف دلوقتي بعد ما غيرنا الباندويتس الباكت هتمشي ازاي. عايز من هنا تروح لهنا سكسسفول اهو. شوف بقى اهو. يلا يا معلم يلا يا معلم. طب ويا راجعه هو انت غيرت طريق الرجوع؟ طب لو انا عايز اغير وهي راجعه يبقى وهي راجعه تاخد الطريق ده يبقى غير في الفتحه دي ماشيه كده بغير وانا خارج من الراوتر. تمام. في حد عنده ماشي حد عنده مشاكل حد عنده مشاكل؟ الراجل قال لي قال لك ايه رجع حالي تاني تحت. عايز ترجع تاني من تحت هنرجعها بس بالطريقه الثانيه بقى اللي هي طريقه مين يا معلم؟ طريقه مين يا معلم؟ احنا قلنا في طريقتين طريقه الباندويت وطريقه مين؟ كوست. تعالى بقى نشوف هو انت بتعمل ايه؟ انت كنت بتدي له الباندويت ويحطها في المقام ويبقى 10 اس 8 على الباندويت اللي انت بتديها له صح؟ طب ايه رايك لما تدي له الكوست على طول عشان هو ما يحسبش تريحه؟ ايه رايك؟ رأيي زي الفل. يعني اجي هنا جوه الانترفيس ده ولا وانا خارج اقول له انت الكوست بتاعك بواحد وانت خارج الكوست بتاعك بواحد. اللي فوق كان كام؟ احنا كنا مغيرها كام؟ مغيرنا واحد وواحد وواحد يعني كام؟ ثلاثة. لو مشي من تحت دلوقتي يبقى واحد وواحد كام؟ اثنين. يمشي من تحت يبقى انا ممكن اديله الكوست على طول وهو ما يحسبش او ممكن تديله الباندويت وايه؟ يحسب. طب الكوست بينكتب ازاي؟ اهو انت عايز تغير الكوست بتاع الحته دي؟ نغيرها يا عم ومال اهو كونفيجر وانا جواها اساسا اهو. لا ده اللي تحت ده هنغير تحت انترفيس سيريال 0 على 2 على كام؟ على 1 اي بي اوز بي اف كوست. يا سلام على الجمال. بس كده بس كده اهو. ما تعملش حسابات يا عم الكوست بتاع السيريال ده بواحد وريح ريح وسريح اهو. تعال كده نشوف بس ده بواحد. اه ده بواحد من زمان لان هو فاست اساسا. تعال نشوف كده يا عم روح من هنا روح لين شغال اهو اهو. يا نهار ابيض كمان اهو. لا ده بقى في سيس ان بي ان شاء الله هنقوله لما الترافيك يجي لك من 1-0 طلعه من فوق. لو جاي لك من 2-0 الراجل ده بيدفع حاجات صغيره نزله من تحت.
الطريق اللي فوق بندوس تحته عاليه، الطريق تحت بندوس تحته كمان. انا مثلا انا فوق بعد ده ايه لو عاوز مثلا جاي من ده يبقى انا فوق هنا يبقى انا ده. اه لا ده كان ان شاء الله في سيني بي بقى حاجه زي ايه زي جروب بوليسي كده هنعملها يتشيك على الترافيك. انت جاي منين يا ابني؟ من 1 0 انت راجل اللي بيدفع طلعنا على الفايبر. انت جاي يا ابني 2 0 لا انت راجل اللي ابو بلاش نازل من تحت. طبعا بيزنس فيه كل حاجه. حلو الموضوع بتاع المتريك ده، بس هم وقعوا في مشكله بقى، مش مشكله تطوير يعني، كل يوم الدنيا تطوير. قال لك ايه يا عم بسوم؟ القيمه اللي هي 10 اس 8 دي على الباند ويث بتاع اللينك دي بيسموها ريفرنس باند ويث، ودي كانت اعلى قيمه عندهم اللي هو ال 100 ميجا زمان. بس دلوقتي لو انت عندك راوتر في بورت فاست وبورت جيجا وبورت 10 جيجا، يا نهار ابيض، تيجي نحسب الكوست بتاع ده والكوست بتاع ده والكوست بتاع ده ونشوفهم. الكوست بتاع الفاست هيبقى كام؟ 100 في 10 اس 6 على 100 في كام؟ في 10 اس 6. طب الكوست بتاع الجيجا 100 في 10 اس 6 على 1000، مش جيجا ب 1000 ب 10 اس 6. طب الكوست يا ابني بتاع ال 10 جيجا يبقى 100 ب 10 اس 6 على ايه؟ 10000 اس 6. طب ال 10 اس 6 راح من 10 اس 6 يعني بواحد. طب دي بكام؟ 1 من 10 اللي هو 10 اس 8 على 10 اس 9. طب دي 1 من 100. مفيش عندنا حاجة اسمها واحد من عشرة واحد من مية، واحد واحد. يعني الأوز بي اف من أول الفاست وانت طالع الكوست بواحد، ما دي كارثة صح؟ أنا عايز يمشي في 10 جيجا يا عم ويسيب الاتنين التانيين ده 10 جيجا. فقال لك أنت ممكن تعدل في الباست، بدل ما تخليها 10 أس 8 لا خليها 10 أس 10. طب وأنا لما أخليها 10 أس 10 هيحصل إيه؟ مع 10 اس 10 اللي هو ايه؟ هتبقى 10 اس 10 على 100 في 10 اس 6، وعندك 10 اس 10 في 1000 في 10 اس 6، و10 اس 10 في 10000 في 10 اس 6، ده هيطلع كام؟ 10 اس 10 10 اس 8 صح؟ طيب 10 اس 10 10 اس 9. طب 10 اس 10 10 اس 10، يبقى انت لو غيرت الباست، لو انت عندك سرعات عاليه، لو عندك جيجا و10 جيجا، فالمفروض نعمل ايه؟ نغير المعادله. بس خد بالك لو غيرت المعادله تغير على كل الراوترات اللي في الشبكه. طب اغير الباست ازاي؟ اغير الباست ازاي؟ بتغير الباست لو انت عندك راوترات حديثه بالكوماند ده اهو، اكزيت راوتر اوز بي اف واحد اوتو كوست ريفرنس باندويت، ودي له القيمه بالميجا كده 10 اس 10، مش دي بالميجا؟ لو ضربتها في 10 اس 6 بقت 10 اس 10 اهو. يبقى تاني بقى الاوتو كوست ريفرنس باندويت القيمه بتنكتب بالميجا، الباندويت بالكيلو، الكلوك ريت بالبت. يبقى تاني كده بذكر نفسي قبلكم، الكلوك ريت البيت اهو، كلوك ريت. يا عم بتلعب في القلم ليه يا رضا؟ انا على اهو الكلوك ريت بالبيت بير سكند، الباندويت الكوماند بتاعها اللي وراه بينكتب بالكيلو بيت بير سكند، الاوتو كوست ريفرنس باندويت الكوماند بيكتب بايه؟ بالميجا بت بير سكند. حلو الكلام؟ بس خد بالك قال لك ايه؟ قال لك لما انت كتبته يا ريت لو سمحت تروح تغيره على كل الايه؟ الراوترات. اهو قال لك لو سمحت اهو، شايفين؟ اوز بيت ريفرنس از تشينجد بليز انشور ريفرنس از كونسيستنت اكروس اول ايه؟ الراوتر. يعني الكوماند ده من الاخر كده يا معلم
تروح تكتبه على كل الايه الراوترات اللي عندك اهو عشان يشتغل صح. ده اللي بيغير الريفرنس باندويت اهو. يا سلام لما نروح النهارده نذاكر الكوماندات دي ونفتح الفيديو او نروح ننام تحت البطانيه برضو يعني في الشتاء وال الانتشار بيتخن ما بيتخنش بتبرك بتاع ده. انا ان شاء الله الكالوريز هتجري وراك يوم القيامه ان شاء الله. ايه ان شاء الله الكالوريز اللي انت عمال تحرقها دي هتجري وراك يوم القيامه. طيب روح مش عارف نعمل فايل ولا كده. خمسين كيلو ساعات كاميرا بس اسكت يا عم. راوتر اوز بي اف اي اوتو كوست ريفرنس باندويت 10000. على كل راوتر لازم اروح اعمل اهو راوتر اوز بي اف واحد عشان يظبطوا مع بعضهم كده. المعادله يا معلم اختلفت بقى. بقى فوق في الباست كام؟ 10 اس 10 راوتر اوز بي اف اي واحد اوتو كوست ريفرنس باندويت 10000 بس. هو انا ممكن اعمل شو الكوست نفسها؟ شو ايه؟ الكوست على من الروت من الروت يا ابني. شو اي بي راوت اهو. شو؟ ما انا عارف ما عارف. اي بي راوت اهو هيبان قدامك ايه؟ شايفين غير الكوست بتاعته اهو. ما هو ده الكوست، ده المترك بتاع الطريق، ده البريورتي بتاع الطريق. طب تعالوا نكمل كده مع بعض. خلصنا الباندويت. قال لك ايه؟ بص بقى براجع اهو كل الحاجات اللي فوق الفاست الكوست بتاعها بكام؟ وعشان كده عملنا حاجه اسمها الريفرنس باندويت. حلو الكلام. الريفرنس بنكتب ازاي؟ اوتو كوست ريفرنس باندويت. لو انت عايزه 10 اس 9 يبقى 1000 لانك لسه دي بالميجا، لسه هضربها ب 10 اس 9 عشان تبقى بالبت اهو عشان تخليها جيجا. طب لو انت عايزها 10 اس 10 يبقى 10000. حلو الكلام. ازاي نجيب الباندويت بتاع الانترفيس؟ شو انترفيس واسم الانترفيس يجيب لك الباندويت. حلو كده. قالتنا ازاي نغير الباندويت بتاعتنا وازاي نغير الكوست. شو اي بي بروتوكولز عشان يجيب لك الراوتنج بروتوكول شغال على الراوتر. شو اي بي اوز بي اف انترفيس بريف يجيب لك كل الانترفيس اللي شغاله اوز بي اف اللي بيبعتنا عليها الابديت اهو. خلصنا الاوز بي اف فيرجن 2. طب الاوز بي اف فيرجن 3 زي فيرجن 2 بالظبط، زي تيبيكال. بص يا باشا